داير في الكليب نهدا في اللايف ولكن بلاتي. بلاتي رايضه 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 ولكن البلان ديال نهدا ماشي انا ما عجبنيش الحال مني بغات تصيفط الاخر الحبس حتى هو مسكين راك عارفو حتى هي راه غتكون كتعرف حتى هي نيزان ولكن بلاتي عبدو نشرح لك باش تفهم الموضوع كي داير. نعطيك هي الموضوع اخويا وشهد واش وحده تفضل غنبدا نخسر تهضره تنعس معاه بالليل وبالنهار وليت تحملتيها وليتيها بنت وفي الاخر تتقول لي تعترف يا سيدي بنتي تتقول لي لا هذيك ماشي بنتي وانت ادرى بان هذيك بينا بنتك لا هذه دابا انت دابا شوف رضا خليه يكمل باش نعرفوا حنايا فين السياق ديال الموضوع كمل انت ادرى بان دينا بنتك انا ماشي باش غادي يعرفها ولكن دابا قلتيها انت دابا قلتيها دابا هي كتخرج وكتنعس مع هذا وهذا انا نكون مثلا غادي نمشي غادي نعس مع دريه اللي غنعرفها كتنعس مع كلشي راه انا غادي نقدر نقول لها فلانه لا ولكن عبدو الوقت اللي كانت نادا كانت صاحبه مع الزاكي العالم كانت يعرفها مع الزاكي بلا ما يبقى بنادم يبقى يدير كتدوي على واش ما كاينش القانون في البلاد رضا بلاتي دابا انت كتدوي على الزاكي على راسك تعيات لا الا مشى دارت الدوموند بالتبو تناسب غيعيطوا ليه وغيديروه وبز منو يعتبر هو عبدو عبدو خويا الميلودي قالت الميلودي الزبده دابا انت كدوي على الزاكي كدوي على الزاكي حيت انا كندوي على نزار الزاكي ما صراحه لا انا كندوي لك على الزاكي انا عطيتك الزبده اخويا عبدو انا تاخو ابلاتي رضا دعاتو على بزاف د الحوايج الا على باش تثبت النسب ما دعاتوش علاش يلاه شرحني علاش لا دعاتو ولا دعاتو انا بغيت نعرف عبدو عبدو ما كاينه حتى شي دعوه بهذه فهاد القضيه هذه كاينه صاحبتي ديال تثبت نفسي ان النسب وراه ما تدعيه وما يستدعيوهش على هذا الشيء تمشي دير لا دي ان يديروا لا دي ان اخويا الى البنت فعلا بنت من حقها من حقها انها طالب بلا يعترف ديك البنت ومن حقه حتى هو حتى شي ذنب حتى ديك البنت مسكينه واش فهمتي عبدو هذيك البنت هو راه ما بذنبها والو هذيك مسكينه كتبقى مالها والو مسكينه هذيك البنت هي هذاك السيد منين انت بلاتي وحنا ندويو للامانه للصراحه هذا ماشي بنتك علاش تطلع في اللايفات اللي تتصالح معنا تقول لهم دينا بنتي البز ايوا غيكون فيه غادي البز غادي يقدر يكون فيه لي غيغل هذا غيكون فيه الهرمونات مني واحد غادي يبدا يدير هذا الفعيل انا ما غاديش نقبلها بالرجوله واسمع لي يا عبد اخويا اش هذا بالحق واش واحد تطلع تتصالح معنا هذا تطلع تقول لك انا بدينا بنتي انا معترف بامي بلك تم المغاربه لأن دينا بنتي تضارب معنا دي تطلع تقولها سرق قلبي على بود